بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم المعلق الرياضي والمانجا من الوحدة ولا مؤاخذة 69 في جولة جديدة مع اهدافي فيفا. ما تنسوش تختاروا هدفكم المفضل علشان تخشوا سحب على ازازة زيت خروع. نبتدي الجولة كالعادة بالتسخين مع الاهداف الميح عشان نزفلط المكاين، وزي ما احنا شايفين محمد صلاح يلعب الكرة البينية حلوة لفيرمينيو، يا ولد على الاستلام ودخل على الجون ويحطها على يمينه، يا ولد الاستلامة تلات ارباع الجون دوت يا جماعة، الاستلامة تلات ارباع الجون يا راجل، رايح على الجمهور لا يكون حد فيهم متكرول. كرة بينية من نص الملعب لمحمد صلاح لفيرمينيو اللي يعمل ربع لفة وهاي بانش، يطلع بينية هدوك لوينالدم، الله يا سلام على الباصة، مش على الجون ولا على الشوطة، على الباصة، يا واد يا واد يا فيرمينيو. فيرمينيو طلع المولمول في ناحية اليمين، قاعد بيعافر وبيزق ودخل عليه ثلاثة، هيعمل ايه؟ يا ولد شفتوا دي؟ شفتوا دي؟ ولو ما شفتوهاش نعيدها تاني، بصوا يا سلام، ادي تاني كمان، يا ولد قال له رايح فين؟ خد شم أمبولة بس بباصي، ومحمد صلاح يجيب الجول، يا سلام ايه الإبداع ده؟ هدف بمذاق كلوت متكلف. الباور هورس فيرمينيو يلعب الكرة فوق ترجع له تاني بينية، يزقها زي الحصان، اوبا يا ولد، تاني الجون حلو طبعا هيدر، لكن الجون سره في زقة فيرمينيو. باور هورس يا جماعة، باور هورس، تعالوا نتفرج عليها تاني عشان نمط شوية في الفيديو. بصوا الزقة، بصوا الزقة، الحاجات ديت ما تتعملش غير هنا على قناة مانجا 64 وتقريبا كل الناس التانية اللي بتلعب اللعبة، يعني مش حاجة استثنائية، بس سقفولي. دخلنا في الجد يا جماعة، وادي الكرة البينية حلوة لمحمد صلاح، منفرد بالجون ويلمه ويفرشه وينيمه ويقول له فيدو دو، المرة الجاية هجيب لك بطانية يا حبيبي. ايه الحلاوة دي؟ يا سلام نجم العرب محمد صلاح، طبعا بقيادة وائل مانجا. المكاين خلاص اتزفلطت يا جماعة، وادي محمد صلاح على الوينج اليمين، اوه تتقطع والهجمة المرتدة، لكن غلطة كبيرة ترجع لفيرمينيو، لتياجو يديها لصلاح، صلاح هيعمل ايه المرة دي؟ هيصلح غلطته، داخل صلاح يعرض الكرة، الله على الطاير يا ولد. والآن مع فقرة التضاعف المميتة، الركنيات في اللعبة ديت عاملة زي مهمة سيسافوس ملهاش أي لازمة، أدي ركنية كلوت لكن توصل لصلاح يعدلها ويشوط، الله يا حرام، وأدي ركنية تانية بقول نرجع له الكرة ونخلص ونبقى أصحاب، تتلعب لنص ال 18 أمبولا لكن توصل لتياجو، هيشوط؟ لا مش هيشوط، يلعبها لتحت وتتسقط الكرة، الماني محقق الأماني ما يعملش بيها حاجة، روبرتسون يلعب الكرة لفيرمينيو، فيرمينيو يستلم داخل قذيفة، الله الله ايه الحلاوة دي يا فيرمينيو، رجليك يا ابني تتلف بقنابل سكوت، عاوزين واحدة من دول على الجنوب علشان ما نحتاجش يا جماعة. واينالدم يلعب الكرة لفيرمينيو قدام مدافع، شفتوا دي؟ يقول له تعالى انا رايح فين؟ خد الكرة تحت الأمبولة، يعني مصايد جغرافيا قريب منها، وهو جون وقنبلة في السوكة يا ولد. خلصنا فترة القذائف المميتة لكرة ركنية هتتلعب من كيتا، يا سلام يا وائل مانجا، صانع محتوى وفنان ومدير فني كل حاجة، فنان شامل طبعا. كرات ركنية ملهاش لازمة، كرة مع واينالدم يلعب الكرة العرضية، استلامة رائعة من ماني، يا سلام على الطاير، ايه الحلاوة دي يا ماني يا محقق الأمان يا غالي يا جامد جدا. انا عن نفسي يا جماعه هرشح الهدف دوت لان المكاين اتزفلطت وعايز اخش على سحب ازازه الزيت خروع، علشان الطاقه لو مش هنستغلها فنخليها تضمر. سيزون ماتش يا جماعه وعاوزين نجيب هدف علشان نريح نفسنا ونرتقي، محمد صلاح داخل يا ولد، ده سلام يبعت الناس كلها، ايه الحلاوه دي؟ جون يا ولد يا مانجا، مش يا صلاح يا مانجا، بصوا تاني بيقول له تعالى هنا، روح فين؟ تعالى يمين شمال، لا يا حبيبي نام على الامبولا، فيدو دو في واحده من احلى الاهداف. لا انا كمان ارشح، انا عاوز ازازتين خروع يا جماعه، ازازتين خروع. مش كل الابطال بيلبسوا سبندكس، لو استحملتوا تعليقي كل دوت فيا ريت تعملوا لايك بقى بالمره وتكملوا جميلكم، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش تختاروا هدفكم المفضل.